ليفربول تقدم عن طريق أنخيل القائد دي ماريا في مباراة اليوم. أنخيل يتقدم، أنخيل عند كرة دي ماريا، الله يا لروعة الأرجنتين، يا لمتعة الأرجنتين، الأرجنتين تسحر. أنخيل دي ماريا في ظل غياب الأسطورة، هنا هدف من الأهداف حتى عام 2006 حينما انتقل لفريق إندونيسيا. هنا فرصة تأتي، الله يرد على الأرجنتين ويشعل المدرجات هنا. نعم لاروخا ومنتخب الكرة الراسية ساقطة كانت في شباك إيميليانو مارتينيز. بالمهارة مر بابو انقل هذه الكرة، وصلت بعد ذلك عن طريق رودريغو. دي بول دي بول دي بول دي بول، الله مارتينيز يسجل ثاني الأهداف. الأرجنتين تتقدم من جديد، الوصال من جديد، لكن خلف العمل، كل العمل هو رودريغو دي بول لمنتخبية تشيلي. هنا فرصة والتصويب، خواكين عند كرة يحاول فيها خواكين، والعرضية إيميليانو صعب المتر و85 سنتي، كاد أن يعاود الكرة.